السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي معنا ديزابوني، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نهضروا على الاتحادية، على الرابطة، على البطولة الجزائرية، على رؤساء النوادي اللي راهم يتحكموا بأحكامهم في رئيس اتحادية، هما لم يقروا، هما لم يديسيدوا يلعب ما يلعبش، العقوبات هما اللي يدفع بزاف أموال، يبغي محسوب فريق بيلعب مع فريق، رئيس نادي يدفع أموال ويعاقبوا له لادفيرسير، يعاقبوا له دو جوار تروا جوار باش يفوز بالمقابلة. دروك صايك ما يولوش يشرو، دروك لي بريزيدون ما يولوش يشرو من عند من النادي ديريكت، لا راكم مع واحد متبعكم مليح، عندي كاع الاخبار تاعكم. دروك النادي كي يبغي يشري ماتش مع الناس هذو اللي يتحكموا في الرياضة، يدفعوا اموال ويعاقبوا لهم لادفيرسير، يعاقبوا بدون جمهور، يعاقب له 3 لاعبين، يخرج له 4 بالحمراء، 2 بالحمراء، الصفراء، حاسبين شحال كاين صفراء ويخرجوا بالصفراء. حنا قبل ما نبداو نطلبوا الشفاء العاجل. محمد رحيم اللاعب تاع الحراش اللي راه مريض، نطلبوا له الشفاء العاجل ان شاء الله بربي، خاطر كان من احسن اللاعبين في الجيل تاعو. للناس هذو صورتو قنوات كاين اللي قارعوا حتى الناس تموت، ايا يبغي يدير بهم حمله كيما نهار الالماس، الله يرحمه الله يرحمه، نترحموا عليه فانيك. شو كي نجبدوا على واحد ميت، شوف ربي يدينا باش نترحموا عليه، نترحموا عليه. شنا نهار هذاك تشيكشبيله كيفاش بغى يدير حمله، نو ينساو الغاشي، راه رحيم راه مريض، نقازي راه مريض، بزاف لاعبين لهم مرضى، على ما تهضروش عليهم ولا تقال لهم تا يموتوا تلعبوا تروحوا تقابلوا الكاميرا ميكرو، ما يطلعوش فيهم، هيا راهم قدامكم هذو، هيا رحيم راه قدامكم، تعرفوا داره، روحوا عنده راه مريض، نقازي راه مريض، روحوا عندهم، مصطفى دحلب راه مريض، ولا انتوما تقدموا الميكرو في فرنسا غير اللي يقول لكم نشكر قناة معبد امون، تقولوا راهم ذكرونا، انتوا الميكرو تاعكم يدور عند الناس اللي بغوا يشكروكم، ما تروحوش عند الناس مرضى ولا تقالوا لهم تيموتوا تولوا تلوموا في ما يقبلوهمش، ما كرموهمش. هيا انتوما راكم اعلاميين، انتوما راكم محللين، راكم قاضبين قنوات، الكرسي راه لاصق لكم، لاطراس في ظهركم، لاطراس تاع الكرسي في ظهركم، ديروا عليهم هضروا تكلموا عليهم. هيا نتكلموا، خليها تصدي اتحادية زاتشي وجي الشعب مع جمال الماضي ومع الفريق الوطني الجزائري ومع اللاعبين المحترفين، اللاعبين اللي راهم يشرفوا فينا، كيما اليوم شنا بن طالب الهدف اللي سجله رغم ان بيناتي، بصح سجل هدف وتأهل، هو وبورتو، هو وابراهيمي تأهلوا للدور الثمن النهائي ان شاء الله بربي، ويزيدوا يروحوا لقدام فانيك ان شاء الله. حنايا اليوم وين نتكلموا على هاد الاتحادية اللي راهي فوق خط احمر، اتحادية اللي رؤساء النوادي راهم يتحكموا فيها، كي نقولوا راهم يتحكموا فيها ماشي رانا ضدهم وضد الرؤساء، ملال قال لهم انا ما استعرفش، ونستعرف به ملال، انا نستعرف به، خاطش اللي طرطقهم غير ملال، خاطش ما كاش بريزيدون جايح تكلم، مكاش بريزيدون جايح تكلم، مكاش بريزيدون جايح تكلم، كاع جياح، أبار كاين زرواطي اللي سكتوه ذراع، والزعيم، وملال، وغادي يخرج لكم عليق، عليق راه جاي في السيارة، عليق راه جاي يخدم، راه يحفر كذا كلمة في التراب، يطيح في التراب. غادي يخرج لكم في دالي ابراهيم، اي ينشعك روح، او 3 نقاط كي دايره، خاطش قانونيا السير بي تدي 3 يردوا كاع الحراش للقبه للعنابه، عين مليله لي محقوره، عين مليله محقوره مشيت تلعب في بلادها، فرق هادو نتوما
نتوما الجزائر ماهيش تاعكم تتحكموا في الناس اللي تطلعوا واللي تطيح واللي تطيح. ماشي نهار الاول دايرين شكون اللي يطيح شكون اللي تدي الشامبيونا، ماشي قناة الهداف هي اللي دايره شكون اللي يطيح وشكون اللي يدي الشامبيونا. قناة الهداف والله العظيم لا قناة الهداف لا متحكمة في البطولة الجزائرية، باش نقولها لكم مليح. هما اللي يزربعوا اللعابة كلش فماك، هذاك مصنع تاع اللعابة يخرجوا اللعابة كلش 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 كلش. وين راهم بيديروا أكاديمية تاع الهداف مع زاتشي المدير تاع قناة الهداف، وين راهم بيديروا أكاديمية تاع الهداف فريق الهداف. غدوة إن شاء الله الشامبيونات تولي هداف خابر شوروق نهار برتيبي يقولوا الفرق هادو كل واحد يخرج أكاديمية تاعه. حنايا قبل ما نبداو قبل ما نكملوا الهضره تاعنا نقول لكم كلمه ونقولها لهذا رئيس اتحاديه. لعابه مثال في وقت الحاج محمد راوراوا غادي، هذه الهضره غادي نقولها لكم، غادي يسمعها زاتي غادي الراس تاعو يدور، خاطر هذه الهضره راني نوجهها له هو باللي الشعب راه فايق وراني نهدر للشعب. مثال محسوب، الحاج محمد راوراوا كان في خلاو الصالير كيما كان، كي محسوب كان كاليفيكاسيون يعطيهم 10 ملايين، 10 ملايين الصالير تاعهم 10 ملايين. على بالكم باللي لعابة قلبوا الصالير اللي شاف تاعهم صابوا 10 ملايين، صابوا في الشيك مكتوبة 10 ملايين، مثال 10 ملايين، رانا نقولوا مثال 10 ملايين، وكي راحوا بيحسبوا الدراهم صابوا 5 ملايين. 10 ملايين هذيك وين راحت؟ يا رئيس اتحادية 10 ملايين 5 ملايين هذيك دروك دايرينهم في الشيك مسنيين لهم على 10 ملايين تدفعوا لهم في لي كونت تاعهم، هما دايرين في ريسون غادي تعطيهم 10 ملايين تيسيبوا 5 ملايين. حنا غير مثال قلنا لكم 10 5 مثال، يعني 5 ملايين الزوجه هذيك وين راهي؟ قلت لكم ونعاودها لكم، الناس هي تدي الدراهم قانونيا، يدوا الدراهم قانونيا غدوه ان شاء الله مين يقدر بالورقه الشاك يقول لهم انا كنت نعطيهم 10 ملايين، يقول لهم هيا الاوراق كنت نعطيهم 10 ملايين بصح هما وصلتهم غير 5 ملايين. كيما نهار برومي ماتش تاع لهنا طوغو حكيم الدان دخل لي كارطاب هو وماجر صعاب وماجر بغا يحشيها لهم في لي ستاسيون في لي ستاسيون ولادي، ايا قال له عطيهم دراهم ما عطيهم، يخرجوا الدراهم كيما عقلية تاع لي بريزيتو هوات يخلصوا في البيستيار وكي يروحوا للبيرو الجوار محسوب يدي 10000 يقولوا له بلي رانا عطينا 100000 للجوار وهما غير 10000 ويسنيو عليها وكلش قاضي ماضي. الدراهم يروحوا بطريقة قانونية قدوا ان شاء الله، انا راني نهتر غدوة إن شاء الله يبغوا يجروني المحكمة يقولوا لي يعطينا أنت هذي كيف الدراهم مخارجين 10 ملايين نورمال بصح توصلهم 5 ملايين. السي حكيم مدان الناس الملاح، الناس اللي قالوا لك بلي أنت ناس ملاح وزاتشي قلبو بيض، قال زاتشي قلبو بيض بيض كيما هكا بيض بيض كيما هكا قلبو بيض. راك وليتو ترقبوا للقلوب أنتوما، كاين الناس تاع يوتيوب كاين اللي ولاو يرقبوا للقلوب بلي واحد قلبه ابيض وواحد ناس ملاح. او هضروا الصح، جيبوا المعلومه جيبوا الاخبار تاع الصح، دخل مليح في راسك هدر الصح. انا على بالنا بلي هدرتنا ولا تروح، انا عارف واحد اش انا نهضروا، انا ماني مهبول ماني مريض، انا عارف واحد اش راني نهضر وعلى بالي اش راني نقول. المعلومه اللي راني نعطيها هاني عارفها وراهي تروح، بس انت خليك مليح في رسالكم، خاطش هادي تاع الأموال مكاش لي يهدرها ومكاش الصحافي على بالو بيها، مكاش الصحافي اللي على بالو بيها، حنا رانا نعطو للصحافة شا يهدرو، مالا اليوم هاد الإتحادية، إتحادية رابطة الشيتا الشيشة، رابطة تاع الشيشة، وإتحادية تاع جني الأموال بأي طرق. لازم لهم نوقفوا لهم في دال ابراهيم، لازم هادو الناس يخرجوا ذراع ضربك ما بقاتش، لازم احنا نديروا وقفه سلميه
احتجاجيه على هذه الاتحاديه، لازم ترحل. اجلتكم نكملوا غتصالح وندوروا عليكم انتوما، لازم نخرجوكم بطريقه سلميه، لازم تخرجوا، لازم تخرجوا. ولاد مليح في راسك، خاطر على مشاك داير في راسك بغيت تخرج. شتك الساعه تهدر في الاخر، قلت لهم غادي نكملوا بالشامبيون لي زاربيت، لا بغات فئات شبان تاع الفئات الشبانيه حتى النهايه. استوى انت بغيت تقول حتى النهايه، انت مخمم عليك حتى الشهر الجاي تروح ولا في مارس تروح، انت وين بغيت تقعد؟ ما تهدر تقول بين قعد تجبد في اللعابه تقول لهم باللي كانوا رافدين كرعيهم، ديرك تهدر فيها تحوس اللعابه ما يجوش، تحوس طرد اللعابه. امو عدلي تاع باري طردتكم، انت وحكيم مدان طردتكم، قلت ديكاج هلي هلي ديكاج، ما تعرفوش تهدروا، ما تعرفوش كي تنيقوسوا معاها، طردتكم. انا نقول لك فيها امو عدلي تاع باري سان جيرمان، ذاك الجوار هذاك، اما لا طردتكم، امو هي اللي متكلفه بالصوالحو، طردتكم قالت لكم ديكاج هيا اخرجوا، خاص ما تعرفوش كي تنيقوسوا، ما تعرفوش كي تحضروا. تحية الجزائر، ومازال الأخبار فينك، كاين بزاف أمور كل يوم نعطوكم حاجة. تحية الجزائر.